لاحقينك لاحقينك. الله يحفظك. نبغى بيتين ولا صوتين حلو. إذا وصلنا هناك من عيني. وهنا ما يمدي؟ ما يمدي والله. يلا. تسجيل خلي الشباب يروحوا. وش السالفة؟ راحت البوادي. الله يهديهم بعض الشباب. والله ودي ناخذ اثنين بوادي، هو أخذ واحد ومشينا بواحد ونص البحر. لو ناخذ اثنين كان ما مشينا من البداية. وهذا أبو باسم الله يعطيه العافية بيضبط لنا السمك على الطريقة الفرسانية، صح ولا لا؟ كيف؟ تفتحوا زي الدفتر ها؟ نزلوا فيه بالطريقة هذه. صبحكم الله بالخير حبيبنا الغالي، حياكم الله للمرحبا. ما شاء الله تبارك الرحمن. وصلنا مرسى صير. مرسى صير هذا طبعا يبعد عن فرسان 50 كيلو. فرسان لا تتوقع انها صغيرة، ترى فرسان كبيرة، جزيرة في جزر أخرى أيضا تابعة لفرسان، فيها سكان وفيها مزارع وفيها. أنا أول مرة زرت فرسان توقعت أنها صغيرة، توقعت أنها جزيرة يمكن 3 كيلو 4 كيلو. شوف أمس كشتين كشتة برية قبل طالعين بحرية مع الجهة اللي هو الشرقية منها، اليوم بنطلع مع الجهة الشمالية منها اللي هو مرسى صير. منظر جميل، صح إنه بدائي ولكن منظر جميل. شوف يرزقنا ويرزقهم. لكن اكثر القوارب اللي في المرسى هذا قوارب صيد، قوارب صيد اللي قبل نزهه وصيد وكل شيء. او هذول الشباب يحملوا الاغراض في القارب، الله يعطيهم العافيه، الله ما قصر علينا بشيء. وهذا حبيبنا ابو ابراهيم. صباح الخير. صباح العسل والسكر والسمك. الله يبارك فيك. طبعا احنا الان في مرسى الصدين، في هذه المنطقه تحديدا تسمى الخبص. الخبص اي الخبص. اهل المنطقه والله شوف العالم خبص. اهل المنطقه هنا مخصصين في صيد الناجر. الله. يطلعوا من الصبح من بدري يصيدوا الطعم يكون حي، يحافظوا على الطعم انه يكون حي. لازم يحافظوا على الطعم انه يكون حي لانه الناجر ما يحب الا الشيء الحي. متشرط هذا. اي متشرط. شوف عشان كذا هو اغلى سمك لانه متعب شوي، شغله متعب وطريقه اكله ممتازه. يا سلام. طيب احنا صيد وبنرجع ولا في ان شاء الله بنتغدى في الجزيره. يا سلام. الين المغرب. اسم الجزيره جزيره الدسان. الله. طبعا من الجزر التاريخيه برضه موثقه في التاريخ. يا سلام يا سلام. ابو راشد. هلا وغلب. الله يعطيك العافيه. افضل مرشد سياحي في منطقه الجزيره. يبيض وجهك. اياك ان شاء الله. يعطيك العافيه. اليوم ان شاء الله يا ابو حزام مكشات في الجزيره. حلو. كفو كفو. باذن الله. الله يسعدك ويرعاك. مكتب مواكب. الله الله. مواكب الرحلات. مواكب الرحلات. جيزان طبعا من المنطقه الجنوبيه كلها. الله يسعدك. يا مرحبا يا مرحبا. وهذا قاربنا الحلو. الله. يعني ما في مثل امس دلع ونركب من قريب، يعني لازم نصوب في المويه. معنا واحد شاعر هنا. وين الشاعر يعطينا قصيده؟ هلا هلا. ابو ايش ابو ايش؟ ابو باسم. ابو باسم بالله تعال ابو باسم بعطيك صوره. اعطيني صوره على الصندوق حقي انا. وين تروح ابو باسم؟ لاحقينك لاحقينك. الله يحفظك. نبغى بيتين ولا صوتين حلو. إذا وصلنا هناك من عيني. وهنا ما يمدي؟ ما يمدي والله. يلا. تسجيل خلي الشباب يروحوا يشربوا. بسم الله. الحطاب والأشياء هذه. وتوكلنا على الله. نتحرك، نقدر نتحرك الحلوة. أيوه معايا الأسوانات عشان الحلوة كمان تخف شوي. راتب عليها ولا شيء. هذا يحاول يشغل الماكينة أبو باسم. الله يستر. وش السالفة؟ راحت البواجي. الله يهديهم بعض الشباب اخذوا البواجي حقت ابو بسام. اكيد اكيد. لا لا اكيد يحبون يمونون عليه، صح ولا لا؟ فلذلك رجعنا مره ثانيه ناخذ بواجي. ايش رايك؟ لعل انه خير القهوه تطلع. والله ودي ناخذ اثنين بواجي، هو اخذ واحد ومشينا بواحد ونص البحر. لو ناخذ اثنين كان ما مشينا من البدايه. ابشركم حصلنا لنا بوجي في قارب ثاني، مو قارب ثاني. وابراهيم قارب ثاني تبعهم. كلهم اهل اصلا، كل ما الواحد احتاج شيء اخذ وراح. الله يرزقك لمي. ايش رايك ابو راشد التعليق؟ طلعت الصلعة.
نايم. هلا والله انت بنت. عم احمد كيف القهوة؟ بارك الله. هذه الجزيرة وصلناها الآن، بننزل فيها جزء من الأغراض بعدين بنطلع صيد. شو اسم الجزيرة هذه يا شباب؟ هذه الدسان. وهذه دسان وهي فيها عدة كسات. ننزل الأغراض هنا بس ونرجع. بسم الله. رايحين فين؟ قريب قريب. أبغى ننزل الأغراض هذه شوية نخفف عشان توسع هذا قاربنا وصادر اللي بنزلها الان هنا. يلا يا شباب يلا اعطونا العزب والاغراض. نشوف الجلسه الجميله فوق. الله وهذه الجزيرة. طبعا اللي يسهل يقول الرحلات اللي زي كذا هل في دورات مياه وانتم بكرامة؟ لا ما في دورات مياه. دورات مياه تطلع هنا في الاماكن هذه. دورات مياه مخصصة عند الاكواخ او في الجزر لا ما في. هذول الشباب وفي جلسة فوق بنطلع صور لكم صراحة جميلة. التقط منها بعض الصور. موقع رائع جدا. بس الصراحة لو يعني جهزوا دورة مياه خصوصا للعوائل لو بدائية ما في مشكلة. سلام. تتوقع كانوا مددين طاقة شمسية إنارة، ما أدري عادي تعمل ولا لا، لكن منظر أكثر من رائع جدا. يا ليلى يا دانا يا دانا لدان يا ليلى يا دانا ولا دانا لدان يا ليلى يا دانا. يقلحوا علي بحار انا بحا والربان البحر في حضنه الدافي حتى صار ما بيني وبين اسره ورا اكثر من علاقات لولو اصدافي احب السواعي واعشق الاصفى واردنجيلي على كتفي وامي دافي. صح سامي الثاني بي مع السنجار ورا البلبيل وافرح كل ما كان البحر صافي جيت والجزيرة قمت اشب النار جنب النار برادي ومغرافي من جل ولنا والامر الى الستور الرملة فراشي وسما الحافي. صح لسانك. يا طير وافي مشراق اليوم سافر عوال اللي ويبد كرام توي زوايا غرامي اللي خواد الروحة من جسمي عوال وقتي معلوم للآن ومعهم وفي جسمي فوقل العظامي روحي خواد ومعهم احرى ومعني النوم للفجر وليلي والسهر والناس حولي نيامي وانا سهران لا اقول لك علي يقول اول والذهب لي ويعى وصره كانه ضارب في وباطننا والشوابي يمتها عقلي ومن يرد والقود راسي والهي خالقي يا ودروابي خلي يعصي وبشيحه فوق وعكره ويهبزه بواد بين جملته الأطيابي حسين خليوي والجبين كوالزهرة ولا لمستو قلت سيدة وحبابي شكمي بروحي ويل المحنة وشهرة شرق الدرج يا ناس ما يا ورقة وابي وانجت على أبواب ومداري واجعي وصرة قال يا علي صوت قلنا حبك جافي الله تبارك الله. والحين بدأنا بالجلب، بنصيد بالجلب ان شاء الله. ما العافية ابو عبد العزيز دايم شباب. قرب قربها سولو. ما ادري وش نوعها يا ابو. هذا البياض. انتبه انتبه. طبطبه
شاء الله تبارك الله. هاي ابو عبد العزيز مو بنت بالحالك شوف. حط عليه حط عليه تراه يتقرط ابو عبد العزيز. حط ابو عبد العزيز ها بشر شوي 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 لين قطعه خيط. هذا اختها اختها وري خشو كبيره كبيره ترى بتقطع السلك قويه يا ابو عبد العزيز انتبه. ابو عبد العزيز ابو عبد العزيز هامور ما هو مدرك بس وداف وداف احلى شيء ليه؟ ها ما شاء الله حلاوته من حلاوه نيسايده اكيد. ابشروا ابشروا يا ابو زايد هذه وش هي يا ابو شوف 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 الصيد اللي ما بصيدك لا والله اصمخ با في راس فواز ابو عبد العزيز فك فك انتم يا اصحاب المقدمه وش عندكم جهزوا القهوه لا لا ابو راشد علومك يقول لي ابو سعود اعطينا نكته بنقلع عنه. يقول لي واحد شوف الطير ذا ابو حزام فوق له يقول لي واحد قال للطير ابغاك ترسل اشواقي وسلامي قال اشتغل انا عندها لك. خلصنا من الصيد ورجعنا الموقع للجنة اليوم الصباح والان الشباب بدنا ننزل الاغراض. ما شاء الله تبارك الرحمن بشر يكون هنا الجلسه ويكون المطبخ داخل هنا وفوق الشاي والقهوة هذا عاد اللي بيريح هنا على السرة هذه والكراسي والمطبخ هذا هو هنا. وهذا ابو باسم الله يعطيه العافية بيضبط لنا السمك على الطريقة الفرسانية صح ولا لا؟ كيف؟ تفتحوه زي الدفتر ها؟ تفتحونه مع الظهر صح؟ ايوه مع الظهر بعدين؟ بعدين شوف نكسر هذا العظم عشان نطلع الاحشاء الاحشاء اللي في البطن ان شاء الله تبارك الله سميك انا غسلته من البحر على طول يا سلام وبعدين تحط عليه ايش؟ ملح وبهار وبعدها بننزل على البيت هناك كل طريقه الفرسانيه الواحده نفتحها ونظفها ونغسلها من البحر بعدين ينزلها على البيت يحط في الميفا خبز ما شاء الله تبارك الرحمن وهذا السمك الان نزلون الميفا بالطريقه هذه وهذا السمك ما شاء الله تبارك الرحمن نزلون في التنور بالطريقه هذه مقلي ما توصل شيء مقلي نبغى ثنتين هذه مقلي هذه معاك بس الان بيحط الخبز هذا وش الخبز هذا يا ابو هذا الخمير المحلي طبعا هذا من الذره المحليه نخمره تخمير مع شويه بصل كذا وشويه شغلات ونخبزه في التنور طبعا لذيذ جدا كم خبز تحط في التنور؟ هذا ثلاثة كم يا ابو ابراهيم نخليه؟ 35 دقيقة ان شاء الله هو جاهز 40 دقيقة ان شاء الله واحلى سمك ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله ابو ابراهيم جاهز؟ ان شاء الله انا جاهز ان شاء الله احنا غدانا جاهز ما يحتاج الله العافية يا سلام زبدة زبدة شوف ما شاء الله تبارك الله الخبز مستوي؟ اي اكيد؟ اكيد ان شاء الله مشهور يا مشهور وش الكلام هذا مشهور اللي طايح جوه التنور خذ هذا هنا ممنوع العافية والله
والله على مستوى هذا كان احنا المفروض نسويه. شوف اللي طايح جوا هنا ما في مشكله، هذا مسموح، ما فيها شيء، هذا ما احسن شيء، ما فيها شيء. ان شاء الله تبارك الله، اللهم دم نعمه وزدها واحفظها من الزوال. ابو عبد العزيز رايك بالسمك؟ الله يخليك. كيف ريحته فنو؟ الله الخمير ما شاء الله تبارك الرحمن. والسلام. الله يجوع بقدر قدرنا. وين الشاهي؟ الشاهي موجود في البوكس. السلام ابو ابراهيم، بالله ايش شعورك؟ خلاص دقيقة، يمكن دقيقة دقيقتين انام. النوم ايش؟ على اطراف العين انام. السلام. جو خيال يا جماعة، تحت الله الخشب ورود. ان شاء الله تبارك الرحمن انتهت رحلتنا على خير يا رب لك الحمد، دائما دع المكان خيرا من مكان. ابو زايد نظفت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دع المكان افضل من مكان، لا تاخذ الا الصور ولا تترك الا الاذى. يا سلام، نظفتوه كله مره مره. الله يعطيك العافيه، نظيف مره ما شاء الله تبارك الرحمن. صراحه ما شاء الله بدت يعني تنتشر ثقافه النظافه، ولا لا ابو زايد؟ اي والله الحمد لله في وعي. يلا في اماكن جيناها اول قبل 10 8 سنين كانت دمار، والان ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيكم العافيه. يلا يلا يما العافيه. تبارك الرحمن، وهذا مرسى صيد. وصلنا بالحمد والسلام يا ربي لك الحمد. استنستوا يا شباب؟ انبسطوا يا شباب؟ كيف الرحله مع ابو باسم؟ بالله ممتازه جدا. بس ملاحظه يا اخوان، ترى المرسى هذا يعتبر مرسى بدائي، مرسى صيادين، حق الصيادين. إيه، وطلعنا رحله مع نزهه. ترى ميزه هنا الصيادين ترى يقول اهل شقا، اللي ما برعي تعب على موج وتعب على لا شقة. وترى ما في مظلات، ترى ركبنا شراعه وفي الغالب ما في مظلات، يعني هنا تعب شقا في صيد، بس شقا حتى الكراسي الله يعطيك العافيه ابو ابراهيم. الله يعطيك العافيه يا ابو باسم. الله يعطيك العافيه حبيبنا. وهذا حسابنا على سناب شات، وفي يومياتنا، وبإذن الله تجدون ما يسركم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد. تضعوا اللايك وبدعمكم نستمر.